نكمل اللعبة مع رقية وإيمان. يلا يا إيمان اتفضلي اقرأ أول كارت. وريني الكارت يا منى. اغسلي يدك قبل الأكل، ده مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. ليه قلنا مؤنث يا إيمان؟ اغسلي اخرها ياء. احسنتي، اتفضلي حطيها في كارت المؤنث. يلا يا رقية طلعي الكارت اللي عليه الدور. ضعي ادواتك. ها برافو عليك. ممكن اشوف الكارت يا رقية؟ ضعي ادواتك في مكانها، ده مذكر ولا مؤنث؟ برافو عليك، نحطها في المؤنث. الاثنين طلع حظهم في كارت مؤنث، اسمع لهم تحية كبيرة الاثنين.